نظمت لجنة حماية الصحفيين الدوليين ندوة صحفية، وتم خلالها البحث عن السبل والطرق التي يمكن أن توفرها المؤسسات الحكومية التونسية المستقلة خلال الانتخابات المقبلة. نتابع. منظمة غير ربحية مقرها نيويورك تركز على انتهاكات الصحافة حول العالم، والغرض من زيارتنا ولقائنا اليوم ان احنا نتحدث مع مسؤولين حكوميين ومع الجماعة الصحفية حول ضمانات وتعهدات تنفيذ انتخابات شفافة وعادلة في تونس، وننوي ان نكون جزءا من النقاش وان نساعد الهيئات المستقلة من خلال مراقبة الانتخابات نفسها إذا استطعنا العودة مرة أخرى، ولكن أيضا تسهيل الحوار حول معايير وما هي طريقة صنع القرارات الخاصة بهذه الهيئات كي تضمن أن لا يتم انتهاكات بحق الصحفيين، أن يكون لهم حق الوصول إلى مراكز الاقتراع والتسجيل والوصول